بيزك كونسبت بتاعت الايه بتاعت الانفورميشن سيكيورتي، هكلمك طبعا عن دي، عن انت بتعمل ايه بالظبط علشان تقول ان السيستم بتاعك ده سيكيور، تمام؟ يعني ايه الحاجات اللي انت المفروض بتعملها علشان تقول ان السيستم بتاعك ده سيكيور بدرجه يعني كبيره، بتحافظ عليه بالظبط، وايه الحاجات اللي انت المفروض يعني تكون فاهمها علشان تقول انا فاهم ايه، انا فاهم نتورك سيكيورتي او فاهم سيكيورتي بشكل ايه بشكل عام. قالوا كده بسم الله. هنتكلم طبعا عن جزئيتين، الجزء الاول هيكون عباره عن الايه؟ عن انفورميشن، يعني ايه انفورميشن ويعني ايه انفورميشن سكيورتي. الجزء الثاني هكلمك عن انفورميشن سكيورتي ريسكس والمانجمنت على الانفورميشن. طبعا الكلام ده كله كلام نظري، زي ما انا دايما بقول للناس، بقول الكلام ده بيكون داخل في اطار نظري بحت، فاحنا دايما هننوه على الكلام اللي المهم اللي احنا المفروض نكون عارفينه في الايه؟ في الجزء ده. بيكلمك يعني ايه انفورميشن، طبعا كل الناس عارفه يعني ايه انفورميشن، اللي هي البوكس والايميلز والايه والتست كويشنز، الحاجات دي كلها عباره عن ايه؟ عن انفورميشن. فهو بيكلمك هنا عن الايه؟ عن الانفورميشن اللي انت اصلا محتاج ان انت تسكيور او تعمل عليها عمليه ايه؟ سكيورتي، بحيث ان محدش يقدر ياخدها او حد يقدر يعدل فيها اثناء الايه؟ الترانسميشن على الايه؟ على الانترنت. طيب زي ما انت عارف ان كل حاجه فيه يعني في ميثاق او في حاجه المفروض انت بتمشي عليها علشان تقول ان الكلام ده مش صح، زي الستاندرد بتاعت الاو اس اي موديل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، هيبقى طبعا في هنا معاك جايد لاينز انت المفروض بتمشي عليها علشان تقول ان السيستم بتاعك ده فعلا مطبق المعايير القياسيه بتاعت الايه؟ الانفورميشن سكيورتي. المفروض طبعا الكلام ده كله او الايزو ستاندرد اللي احنا هناخده ان شاء الله هناخده مع بعض في بدايه الايه؟ السيشن القادم اللي هو اللي جاي ده، يعني ان شاء الله هناخد الجزء ده في البدايه كده على السريع، برضه خمسه سلايد كده بيتكلموا عن الايه؟ عن الستاندرد بتاعت الايه؟ الانفورميشن سكيورتي، برضه بيجي منهم سؤال في الامتحان، وانا برضه جالي سؤال في الايه؟ في الجزء ده في الامتحان برضه عن الايه؟ عن الجزء بتاع الانفورميشن سكيورتي ستاندرد، فاحنا ان شاء الله هنمشي بايه؟ الجزء ده برضه مع بعض عشان نبقى ايه؟ نبقى فاهمين. طيب هنا بيكلمك على الانفورميشن سكيورتي، ده جزء مهم بيجي في الامتحان، اول سؤال ممكن يجي لك في الامتحان تتوقعه وتبقى عارف ان هو جاي بنسبه 100%، هو السؤال اللي احنا هنقوله دلوقتي. بيقول لك اي سيستم في الدنيا او اي انفورميشن سيستم لازم يضمن الحاجات اللي جايه دي، لازم تضمن وانت شغال على السيستم اللي يبقى فيه كونفدينشاليتي، يبقى عندك كونفدينشاليتي ويبقى عندك انتجريتي ويبقى عندك ايه؟ افيلابيلتي، تمام؟ يبقى عندك الايه؟ الثلاث حاجات دول بشكل رئيسي. طب يعني ايه كونفدينشاليتي؟ ده اللي بنبني عليه الكورس كله، خلي بالك. الكونفدينشاليتي يعني لو في داتا بتتبعت من سورس لديستنيشن تبقى انكريبتد، تمام؟ انكريبتد ازاي؟ يعني مشفره. يعني ما حدش يقدر في النص كده لو لقط الداتا بتاعتك ما يقدرش يعرف هي ايه بالظبط. ده مبدا الايه؟ الكونفدينشاليتي. يبقى في انكريبشن للايه؟ للداتا اللي انت تبعتها من السورس للايه؟ للديستنيشن. طيب الانتجريتي؟ الانتجريتي قال لك لو في ترانسميشن من داتا اللي من سورس الايه للديستنيشن، ايه اللي يحصل؟ لو في حد في النص قدر يلقط الداتا دي وقدر اللي هو يعمل عليها موديفيكيشن او يعدلها، يبقى انت كده ما بتحافظش على مبدا الايه؟ الانتجريتي. احنا عاوزين الداتا من السورس للديستنيشن توصل زي ما هي بالظبط. موديفيكيشن. تمام، ده الايه؟ ده الانتجريتي. تمام، الانتجريتي اللي هو الداتا توصل اللي هو اوثنتيكيشن يا دكتور، صح؟ اللي هو زي حته الاوثنتيكيشن، ان انت توصل زي ما هي، يعني ايه ما يحصلش فيها اي موديفيكيشن في النص، ما فيش حد ياخدها كده او يزور الداتا ويعبث بيها زي ما احنا بنقول، زي حته المان ان ذا ميدل. يعني انت فاكر المان ان ذا ميدل، احنا مش عاوزين حد في النص كده ياخد الداتا دي ويعمل عليها ايه؟ موديفيكيشن. هو المعنى الخاص يا دكتور اللي فهمته ان الداتا اللي رايحه من ايمن لاحمد يبقى تخص، لازم تدور زي ما هي ما تغيرتش، تخص احمد بس ما تخصش حد تاني، مش حد تاني، يعني هو بتاعته هو اللي بعتها وطلعها من عنده، ما حدش يقدر يعدلها ويبعت داتا ثانيه ويزورها ويقول لك دي جايه من احمد مثلا او جايه من فلان، ما ينفعش. الكونفدينشاليتي اللي الداتا ما حدش يقدر يقراها الا مين؟ او ما حدش يقدر يقراها ولا يفهم معناها الا مين؟ الا الديستنيشن، لازم تكون متشفره. ما حدش حتى لو قدر يقراها ما يقدرش يفهم معناها. لازم الديستنيشن هو اللي يقدر يفهم ايه؟ الداتا دي، ما حدش في النص يقدر يعمل انترسبشن وياخد الايه؟ الداتا دي. طيب الافيلابيلتي،
الافيلابيلتي يعني مين اللي يقدر ياكسس الداتا دي ومين في التوقيت الفلاني. لازم الداتا بتاعتك دايما تكون افيلابل في ايه، في كل الاوقات. يعني انا عارف اللي مثلا عندي خدمه الانترنت لازم تكون شغاله 24 ساعه، ولازم انت اللي تكون ايه، لازم تكون بتستخدمها، مفيش حد تاني مستخدمها. يعني هو اند تايم، مين وفي التوقيت الفلاني يقدر يستخدم الايه الخدمه دي. في عندك مبدئين تانيين ان شاء الله ونشرحهم برضو في السلايدز اللي جايه. المبدئين التانيين دول بيقول لك الكنترولابيلتي. يعني ايه كنترولابيلتي؟ يعني مين اللي عنده البريفليج اللي هو يتحكم في الايه، في الديفايس او في الريسورس ده. مين اللي يقدر يتحكم البريفليج بتاعته قد ايه، هل يقدر يريد، هل يقدر يرايت، الكلام ده كله. لازم تحافظ على الايه، على الجزئيه دي. ولازم تحافظ على حته النون ريبيوديشن. يعني ايه نون ريبيوديشن؟ عدم التنصب. عارف انت ايه يعني؟ انا لما ببعت لواحد مثلا ايه، ادي له مثلا قلم رصاص او قلم جاف، بدي له اي حاجه واقول له في الاخر ايه، القلم ده مش انا اللي اديته له. يعني اتنصل اللي انا اديته لايه المعلومه دي. يعني انا قلت لك ان النهارده مفيش تريننج، او النهارده مثلا مفيش سيشن، تمام، وبعد كده بفتره اقول لك انتوا ما حضرتوش ليه، ده انا كنت عامل السيشن وقاعد. بتنصل الايه اللي انا اصلا قلت لكم مفيش. طب فعندك حاجه في السيستم بتاعك لازم تضمن لك عدم التنصل. يعني اللي يبعت الداتا نبقى عارفين واثقين اللي هو ده اللي بعت الايه الداتا بتاعته. الكلام ده طبعا هناخده كله في الانظمه اللي جايه اللي هي الكريبتوجرافيك، ان شاء الله نفهمها بالتفصيل وهنفهم عدم التنصل ده. يعني الداتا وهي طالعه هو ده صاحب الداتا، ما ينفعش واحد تاني يقول لك ايه لا ده انا ما بعتهاش، مش ده مش بتاعتي، ده بتاعت واحد تاني. لازم نكون ضامنين اللي هو ده الايه، ده هو صاحب الايه الداتا بتاعتك. يبقى ده سؤال بيجي في الامتحان دايما، بيقول لك الانفورميشن سكيورتي ريزرفيشن ايه، ويجيب لك بقى شويه الايه الاختيارات. ده مالتيبل تشويس، ده اول سؤال مضمون بنسبه 100% بيجي فين في الامتحان. يعني دكتور نختار الثلاثه دول عشان احط معاهم كل، لا ما هو حسب السؤال بقى، ما هو بيجيب لك حسب لو في كنترولابيلتي وفي نون ريبيوديشن بتختارها. يا نون ايه يا دكتور؟ ايه نون ريبيوديشن؟ هنجيبها دلوقتي مع بعض، هتبقى جايه في السلايدز الايه اللي جاي. يعني هي جايه ان شاء الله في الايه، في السلايدز الايه اللي جاي. هو انا فاتني كتير يا دكتور ولا ايه؟ لا ما فيش، انا لسه بنتكلم. ده اول حاجه اللي هو البريزرفيشن، اللي انت تحافظ على اسمها السي اي اي، احنا بنسميها السي اي اي، اكيد انت عرفتهم انت قبل كده. موجود برضه في الراوتنج، والحاجات دي موجوده برضه في كورسات الانترودكشن تو سايبر سكيورتي، والحاجات دي بتلاقي كل الكلام ده ايه موجود. اللي انت دايما لازم تحافظ في السيستم بتاعك على الكونفدينشياليتي والانتجريتي وايه والانتجريتي. ايوه تمام يا دكتور. موجودين بشكل ايه، بشكل رئيسي في الايه، في الدنيا بتاعتك. طيب بيقول لك هنا التكنولوجيز دي، تمام، زي ما انت عارف اللي بيبقى السيستم عامه هو عباره عن سوفت وير وهارد وير وشبكه وفي حاجات كتير جدا موجوده فين، في السيستم بتاعك. فانت المفروض بتحافظ على كل الايه الريسورسز دي، طبعا بتطبق الايه المبادئ اللي انت ايه اللي انت شايفها قدامك. طيب لو حصل مشكله وايه وفعلا حصل اي ديفكت مثلا، او حصل اي تاثير، او الريسورسز بتاعتك حصل فيها دامج، يبقى انت ايه اللي هيتاثر بالظبط؟ قال لك الناشونال سيكيورتي، اللي هو اكيد زي ما احنا اتكلمنا قبل كده الناشونال سيكيورتي هتاثر لو الداتا دي فعلا داتا مهمه جدا. وهيتأثر معاك حتة البيزنس ايه كونتيوتي، اللي هو استمرار البيزنس بتاعك. ممكن البيزنس بتاعك يقف في اي لحظة لو حصل مشكلة من المشاكل دي كلها، حد سرق الايه الداتا بتاعتك، حد عدل في الداتا بتاعتك، حد مثلا عمل دوس اتاك، الكلام اللي احنا ايه بنقوله ده كله بيأثر على استمرار الايه البيزنس بتاعك. البيرسونال برايفسي بيأثر على البرايفسي بتاعتك. يعني مثلا لو حد اخذ اكونت معين او اخذ اكسس على حاجة معينة، وكان مثلا في بعض الداتا الخاصه بيك، فده بتاثر على الايه البرايفسي بتاعك، تمام. ده الايه ده الغرض منين، من السلايد دي. يعني اللي تطلع منه اللي هو الجزء بتاع البريزرفيشن، بالاضافه للي لو حصل اي دامج عندك في الريسورسز اللي موجوده، بتاثر على الناشونال سكيورتي والسيستم ايه كونتيوتي، اللي هو استمرار السيستم بتاعك والايه والبيرسونال برايفسي. وطبعا انت عارف اللي انت ازاي تحمي الانفورميشن سيستم بتاعك. عندك بعدين، بعد اللي هو التكنيكال، والبعد الثاني اللي هو الايه المانجمنت. يعني لازم تبقى عامل حسابك ان في جزء تكنيكال وجزء ايه وجزء مانجمنت. يعني ما تبقاش جايب مثلا فاير وول ومظبط كل حاجه وعامل التكنيكال بتاعك 100 100، ويبقى انت عندك في الاداره في ديفكتات او في عيوب موجوده في الاداره. يعني انت مثلا يبقى كل واحد ايه بيشير اليوزر نيم والباسورد مع زميله وهكذا. يعني انت لازم تحط اطر تمشي عليها سواء تكنيكال او ايه او مانجمنت، عشان تقدر تحمي الايه السيستم بتاعك اللي انت شغال عليه، او السيرفيس اللي انت بتقدمها للايه لليوزرز ايه بتوعك. طبعا في الجزء ده بيقول لك ايه، بيكلمك على الانفورميشن سكيورتي ديفلوبمنت. حته الديفلوبمنت طبعا ده تاريخ، او ايه المهم بقى في حته التاريخ ده بالظبط؟ قال لك انت عارف في 1900 سنه 1900
الداتا عندك كانت ايه؟ كانت الداتا العاديه، يعني بتتحفظ في اماكن متفرقه، يعني انت مثلا معايا شويه مستندات بحطهم في المكان الفلاني على الكمبيوتر الفلاني، عندي شويه فايلات تانيه بحطها على الكمبيوتر الفلاني وهكذا، ما كانش لسه فيه استخدام للانترنت، فكان الفكره كلها في الحفاظ على الملفات او على الداتا المهمه كانت بتبقى عباره عن فيزيكال سيكيورتي. يعني ايه فيزيكال سيكيورتي؟ يعني انت تحطها في مكان امن وايه؟ وبتحافظ عليها. ده كان اول حاجه في 1900. طب 1960 ايه اللي حصل؟ قال لك اللي حصل اللي بقى فيه انترنت موجود، يعني بقى فيه انترنت ايه؟ ديفلوبمنت، تمام؟ بقى فيه عندك انترنت ايه؟ ديفلوبمنت، بقى فيه تحديات، بقى دلوقتي فيه ثريتس موجوده على الايه؟ على الانترنت موجوده، يبقى فيه تهديدات، فيها التاكس ممكن تظهر، الكلام ده كله. انا بحاول دلوقتي طبعا ان انا اعلم لك على البرزنتيشن عشان ممكن احفظها وابعتها لكم تاني، يعني انا بعد ما بعلم هنا على الويبكس بيتيح لك اللي انت ممكن تتعلم، وسايب الايه الكلام ده عندي وابعته لكم، انت متسيب عشان تبقى عارف ايه الحاجات المهمه برضه. ده برضه حاجه ايه كويسه بالنسبه لكم، اللي انت ايه تبقى عارف النقاط الرئيسيه اللي ايه اللي انت تبص عليها لما تيجي حتى تراجع يعني. 1980 ايه اللي حصل؟ قال لك بعد كده الدنيا بدات تتطور، بدا دلوقتي بقى في سوفيستيكيتد اتاكس ممكن تظهر، الناس بدات ايه تبتكر، فانا دلوقتي محتاج الانفورميشن ايه اشورنس ايه ستيت، انا محتاج ااكد على المعلومات بتاعتي، المعلومات بتاعتي محتاج اللي هي توصل لي زي ما هي بالظبط، وتبقى عباره عن معلومات سكيور وايه وامنه، مفيش فيها اي ايه، مفيش فيها اي ضرر او فيها اي ايه مشاكل ظاهره ايه ظاهره. ده طبعا كله تاريخ اوت اوف سكوب الجزء ده، لما تيجي تبص برضو على الاجزاء دي التواريخ دي كلها ما بتجيش في الامتحان، عشان برضو ايه الناس اللي ايه اللي بتسال بس للعلم بالشيء، مراحل التطور بتاعت الايه الانفورميشن سكيورتي. بعد كده برضو ده للعلم بالشيء برضو ليس علم، يعني انا ممكن حتى اكتب لك عليه للعلم يعني اعلم لك عليه علامه كده، يبقى انت عارف اللي ده للعلم بالشيء بس ايه تبص عليه برضو. هنا بيقول لك ان الصوره بقت عباره عن تسريب لبيانات، يعني لو انا اخذت صوره او لقطت صوره من اي داتا بتتبعت يبقى انا كده فهمت الراجل ده بيعمل ايه. يعني مثلا الصوره دلوقتي لو انا ما عنديش اي بيانات يبقى انا عرفت الراجل ده واقف في محطه مثلا تنقيب وقاعد شغال وبينقب عن الايه عن البترول مثلا او عن الايه او عن الغاز الطبيعي. فبدات تتسرب لي معلومات منين؟ من الانفورميشن او من الصوره نفسها. طب يقول لك دلوقتي لو حد لقط اي حاجه يبقى هو يقدر اللي هو يعرف الراجل ده بيعمل ايه بالظبط. فبيقول لك المعلومه مهمه جدا في الايه في السلايد. في السلايد اللي بعد كده بيكلمك طبعا على كل مرحله من المراحل، قال لك في 1900 ايه اللي كان بيحصل؟ بيقول لك لسه التكنولوجيز كانت اندر ديفلوب، يعني كانت لسه ايه بتتطور. يعني لسه كنا بنطور الايه الدنيا بتاعتنا، كانت الداتا بتتخزن في ديفرنت ايه لوكيشن زي ما احنا قلنا، كان بيهمك الفيزيكال ايه سيكيورتي اللي كان بيهمك في الحوار كله ايه حته الايه فيزيكال سيكيورتي، ولو كان في داتا مهمه كنت انت بتحتاج اللي انت تشفرها مثلا او تعمل لها سايفر ايه سايفر داتا مثلا تعمل لها ايه انكريبشن للحاجات الايه المهمه بتاعتك. بعد كده طبعا يعني لازم بيقول لك بنتكلم عن المكان اللي انت محتاج المحدش اللي هو يكون ان اوثورايز يوزر اللي هم يقدروا ياكسسوا الايه الانفورميشن. طبعا نفس الايه نفس الكلام، انت بتعملها فيزيكال سيكيورتي او بتحافظ عليها في مكان معين وتقفل عليها باقفال وتوقف عليها مثلا خلاص والكلام ده كله، ده الايه ده كانت الايه المراحل الايه الاولى. في 1990 بدا يكلمك ان الانترنت بدات تتطور، يبقى انا مهم عندي هنا ان انت تعرف ان الانترنت بدات ايه تتطور بشكل ايه بشكل سريع. بعد ما بدات بعد ما بدات الانترنت تتطور وبدات الناس كلها تجوين على الانترنت بدا يبقى في انفورميشن ليكس، يعني تسريب في الايه في المعلومات بدات تزيد. ليه؟ طالما في انترنت يبقى اي حد ممكن ياخد اي حاجه ينشرها على الايه على الانترنت. يبقى انت دلوقتي محتاج تحافظ على الكونفيدنشاليتي وتحافظ على الانتجريتي وتحافظ على الافيلابيلتي وتحافظ على الايه كنترولابيلتي اللي احنا قلنا عليها وتحافظ على النون ايه النون ريبيتيشن، تمام؟ اللي هو الايه كنترولابيلتي كنترولابيلتي والايه والنون ايه ريبيتيشن. يبقى انت محتاج في السلايد دي كلها مهمه جدا ان انت محتاج ان انت تبريزيرف او تحافظ على او تركز على تمام الايه تركز على الكونفيدنشاليتي والايه والانتجريتي والافيلابيلتي والكنترولابيلتي والايه والنون ريبيتيشن. بعد كده بيقول لك اخر مرحله اللي هي الانفورميشن اشورنس ستيج، بدات دلوقتي اللي انت تدور على اللي انت يعني ايه تاكد على المعلومه وتحافظ على البيزنس بتاعك. يعني دلوقتي احنا بقينا محتاجين ان احنا نحافظ على البيزنس بتاعنا. يعني دلوقتي احنا عندنا بيزنس، تمام؟ البيزنس بتاعنا ده فيه ديفرنت سيرفيس ترافيك موجود وفيه ريسكس موجوده، انت محتاج دلوقتي تحافظ على الايه على السيرفيس بتاعتك، محتاج تحافظ على السيستم، محتاج اللي انت دايما تعمل برو اكتيف ديفنس، محتاج
اللي انت تعمل خطوات استباقيه علشان تحافظ على السيستم بتاعك. يعني ما ينفعش اللي انت تستنى لما الاتاك يجي لك وبعد كده تقول لهم والله يا جماعه احنا هنحل بقى، اقفلوا مثلا الشركه يومين ثلاثه على ما نحل الايه الاتاك ده وبعد كده نرجع لكم تاني. لا، انت محتاج اللي انت دايما السيستم بتاعك يكون سكيور والبيزنس بتاعك يبقى شغال، ما يحصلش فيه اي انتربشن في اي وقت من الايه من الاول. طيب المانجمنت محتاج اللي انت يبقى فيه عندك طريق منظم اللي انت تبني عليه السيستم بتاعك، ما تبقاش الدنيا ماشيه عشوائيه، مش اي حد مثلا ياكسس اي ريسورس، مش اي حد ايه يشتغل على اي حاجه. لا، انت محتاج تبني حاجه متماسكه زي التالنت ايه ديفلوبمنت والسيستم ايه استابليشمنت فور سكيورتي مانجمنت. يعني انت محتاج سكيورتي مانجمنت، محتاج اداره تمانجمنت الايه السيستم بتاعك من حيث السكيورتي. يعني محتاج لو حصل اي اتاك، حصل اي حاجه، يبقى انت عارف هتعمل ايه بالظبط، وهتعرف بعد كده في الاخر اللي انت لما بيحصل اي اتاك انت محتاج ان انت تعمل انفستيجيشن، مش تسيبه كده. يعني حصل لك اي سايبر سكيورتي مثلا اتاك او اي حاجه من دول، بتحاول ان انت بقى تعمل انفستيجيشن ازاي تحافظ على الادله اللي موجوده، ازاي تجمع الادله بتاعتك عشان تقدر تقدمها للمحكمه وتقدر تعرف مين اللي عمل الايه الاتاك. فانت محتاج ان انت يبقى عندك مانجمنت للايه للسكيورتي. بعد كده بيكلمك على الكيس ستاديز. احنا اتكلمنا على الوانا كراي قبل كده، بيقول لك الوانا كراي بدات ايه تجمد الجهاز زي ما انت شايف، بيظهر لهم رساله يقول لهم الدفع ايه علشان الجهاز يشتغل. تمام، ده استغلت ثغره طبعا موجوده على على الديفايسز او الاوبريتنج سيستم اللي موجوده على البيرسونال كمبيوتر، وبدات اللي هو ايه يجمد الايه الجهاز بتاعك. فبدا طبعا الاتاك ده ايه يعني ياثر على قطاعات كبيره موجوده في الفتره دي. يعني انا بقول لك الدفع وايه وانا شغال لك الايه الجهاز، عشان كده بقول لك وانا كراي. يعني بقول لك ايه الراجل خلاص ما هيعمل ايه، الراجل قاعد ولا مش عارف يعمل اي حاجه، هيدفع فلوس عشان ايه عشان الجهاز بتاعه يرجع ايه يشتغل بكامل تفاصيله. بعد كده بيكلمك على الاوشن نوتس. طبعا الحاجات دي كلها اوت اوف سكوب. اللي بيكلمك ان الاتاك ده بدا يخش على مجموعه من السيكتورز اللي موجوده في الصين، زي مثلا قطاعات الحكومه والابحاث العلميه، المعاهد بتاعه الابحاث العلميه والمعاهد اللي هي بتاعه الشيبنج اللي هو الشحن، شركات الشحن والايه والمعاهد اللي هي بتاعه البحار والكلام ده كله. انت عارف دايما الصين مشهوره بالايه بالشغل اللي هو بتاع الايه العلوم اللي هي بتاعه البحار وكده. فهو بدا يتاك الايه القطاع ده، وبدا وطبعا مش بيتاك القطاع نفسه اللي هو بياخد معلومات، ده بيحاول اللي هو يعمل بينترسبت ايه بيحاول ينترسبت المعلومات. يعني بيحاول ياخد معلومات يخزنها عنده، بيعرف مثلا ايه اللي هيحصل في السوق، ايه اللي هيحصل في شركات الشحن، الكلام ده كله. بياخد المعلومه بحيث اللي هو ايه يخزنها عنده يستخدمها في اغراض ايه يعني اغراض معينه علشان يقدر يستفيد من ايه من السوق مثلا، او يقدر ينافس في السوق او ايه او الكلام ده كله. بعد كده بيكلمك على الاسباب المباشره للاتاك. يعني واحد بيعمل اتاك، طب ايه سبب الاتاك؟ قال لك الدايركت كوز اللي ده فيروس. يعني ممكن يبقى الاتاك من خلال فيروس او من خلال فولنربيلتي موجوده او تروجن هورس زي ما اتكلمنا او دي دوس ايه اتاك. ده سبب مباشر، يعني سبب واضح وصريح. تمام، ده ايه اللي اتاك؟ جالك فيروس، في فولنربيلتي، في تروجن، في باك دور بروجرام، في دي دوس ايه اتاك. طب ما الاندايركت بالنسبه لك اللي انت عندك السيستم بتاعك كومبلكس. يعني ايه السيستم كومبلكس؟ السيستم بتاعك بيتواصل مع اكتر من سيستم وبينتجريت مع اكتر من سيستم عشان يحقق الايه السيرفيس بتاعتك. زي ايه؟ قال لك مثلا لو انت شغال اي كوميرس، انت دلوقتي لما بيحصل عمليه ترانزاكشن، ترانزاكشن ما بيتمش على السيستم بتاعك، لا ده ترانزاكشن بيتم على اكتر من ايه، على اكتر من حاجه. يعني مثلا بيجي وبعد كده بيروح للوسيط، وبعد كده الوسيط بيحصل الايه الكلام ده، وبعد ما بيحصل الكلام ده بيحصل ايه؟ بيقول لك ده بعد كده ايه اللي بيحصل، اللي هو بيتجمع بقى الايه الفلوس بتاعتك. ففي اكتر من عمليه بتتم في الباك جراوند، فده ممكن ياثر على السيستم بتاعك اللي هو يمثل لك ثريت او ايه، او يبقى من خلاله ممكن يحصل عليك ايه اتاك. بالنسبه للهيومن طبعا زي ما انت عارف الهيومن طبيعه الانسان ممكن تاثر عليك وتعمل لك اتاكس كتير. واحد طيب مثلا بيدي زمايله اليوزر نيم والباسورد، واحد طيب مثلا بيخليهم يدخلوا المكتب بتاعه، بيخش اكسس على الديفايس، الكلام ده كله. دي برضو طبيعه الايه البني ادمين، ممكن اللي هي تعمل لك خطر في حته الايه اللي اي حد يقدر ايه اتاك عليك. بعد كده طبعا بكلمك على الـ احنا ليه محتاجين ان احنا نعمل سيكيور او نعمل الانفورميشن بتاعتنا تكون مؤمنه بشكل كبير. قال لك طبعا بنظرا للدنيا بدات تزيد والقطاعات والايه، وبدات كل الشركات تستخدم النتورك تمام، وتستخدم الايه الكلام ده في ايه في حته نقل البيانات والايه والمعلومات.
زي ما انت شايف في الاي كوميرس مثلا، في الاي اتش ار سيستمز اللي هو البايوميديكال سيستمز، في الانتليجنت ترانسبورت سيستم، كل السيستمز دي طبعا في الانظمه اللي هي بتاعت الدفاع، وزارات الدفاع اللي هي الديفنس، كوماند كنترول كوميونيكيشن كمبيوتر اللي هم الايه السي 4، الحاجات السي 4 اي اللي هم الموجودين عندك دول، اللي هو من خلالها تقدر تتحكم في كل الايه الحاجات او الصناعات او التكنولوجيز الموجوده فين، على الـ على الايه على وزاره الايه الدفاع اللي هم الكوماند والكنترول. طبعا انت عارف ان وزاره الدفاع في حاجات ممكن اوامر تاخدها من خلال الكمبيوتر، من خلال السيستم. فطبعا انا بقول لك اهميه استخدام الانظمه بتاعت الانفورميشن سكيورتي ده مهمه جدا علشان تحمي لك الايه الدنيا بتاعتك، طبعا من خلال التكنيكال ايشو تمام اللي انت محتاجه، اللي هو سواء محتاج الجهاز الديفايس اللي هيحمي لك الايه الانفورميشن بتاعتك، او انت محتاج في مانجمنت الايه الدنيا بتاعتك. طبعا ده برضو كلام اطار نظري. هنا الجزء اللي بعد كده اللي هو الجزء الاخير السكشن او بتاع السلايد دي بيتكلم على الريسكس اللي ممكن تواجهك، زي الفيزيكال ريسكس اللي موجوده، زي النتورك ريسكس، زي السيستم. النتورك طبعا احنا عارفين اللي هو الترانسميشن، السيستم اللي هو الاوبريتنج سيستم اللي انت شغال عليه، الانفورميشن ريسكس بالنسبه لك اللي هو عدد مثلا انت عندك داتا وما انتش عامل لها انكريبشن او مش مخزنها بشكل على ستورج مثلا مؤمنه او كده. وبالنسبه برضه للابلكيشن زي ما انت عارف اللي احنا اتكلمنا على الابلكيشن ريسكس في السلايدز اللي قبل كده، اللي من خلال الفولنربيلتيز او من خلال اللي انت ما عملتش ابديت، الكلام ده كله. المانجمنت ريسك زي ما انا قلت لك برضه اللي انت مش منظم الدنيا بتاعتك بشكل ايه بشكل واضح، ده ممكن يؤدي الى وجود ايه ريسكس او مخاطر بالنسبه للايه للسيستم بتاعك. تعالوا نتكلم على كل واحد كده على السريع. الفيزيكال ريسك زي ما انت عارف من خلال الديفايس بتاعك ممكن حد يسرقه او يحصل له تدمير، فانت لازم ايه تبقى محافظ على الايه على الديفايس بتاعك. دي المخاطر اللي ممكن تواجهك للديفايس سواء كان فاير وول سويتش راوتر سيرفر اي حاجه. بالنسبه برضو للحشرات، لو في عندك انيمالز مثلا موجوده او حيوانات ممكن تقطع لك الكابلات او الحاجات اللي موجوده، فده بيأثر على السكيورتي او الديفايس نفسه ما بقاش مؤمن في المكان اللي هو فيه. لازم تختار مكان كويس بعيدا عن العوامل الايه الجويه اللي ممكن تاثر على الايه على الديفايس اللي موجوده. لو حصل مثلا فولت عندك على الديفايس ده برضو يعتبر ريسك او تهديد بالنسبه لك. لو حصل الديفايس بتاعك الباور فيلير، حصل مشكله في مثلا الكهرباء قطعت رجعت تاني، حصل مشكله الكلام ده كله، فده بالنسبه لك ايه باور فيلير. طبعا حته الموجات الكهرومغناطيسيه اللي انت المفروض تحافظ على الدنيا بتاعتك من خلال اللي انت تبعدها عن الموجات الكهرومغناطيسيه عشان ده بيأثر على السيجنالز والايه والاشارات اللي بتتبعت، فده طبعا يعد فيزيكال ايه ريسك او مخاطر بالنسبه للايه للمكان اللي انت مخزن فيه الديفايس او اللي انت حاطط فيه الديفايس ايه كده. بالنسبه على كده الانفورميشن ريسك زي ما انت عارف انت محتاج تامن الستورج طبعا ده كله اوت اوف سكوب، محتاج ترانسميشن سكيورتي اللي انت محتاج تنكريبت الايه اللي هو الترانسميشن بتاع الانفورميشن بتاعتك، محتاج تقول مين اللي هياكسس او مين اللي له صلاحيات على الايه على الانفورميشن دي. بالنسبه للجزء اللي بعد كده بيقول لك على الانفورميشن سكيورتي او الانفورميشن ترانسميشن ايه سكيورتي. انت عارف لو انت بتبعت داتا من برانش ايه للهيد كوارتر والعكس، انت محتاج ان الداتا دي تبقى كونفيدنشاليتي او تبقى كونفيدنشال، يعني ايه تبقى محدش يقدر يخش في النص يقرا الايه البيانات دي. فانت محتاج على الاقل في بي ان، الفي بي ان ده هتعرفه ان شاء الله بعد كده وهنعرف ازاي نعمل لها كونفيدنشال في المراحل اللي جايه. محتاج فيرتشوال برايفت نتورك زي الاي بي سيك او ايا يكن نوع الابلكيشن اللي انت بتستخدمه عشان ما يحصلش انفورميشن ليكج او يحصل تسريب للمعلومات او حد يقدر يعمل تمبرنج او يعمل ايه تعديل في الايه المعلومات ويبعت معلومات مزيفه لمين بالنسبه. بعد كده زي ما انت شايف بيكلمك على الايه الانفورميشن اكسس سكيورتي. زي ما انا قلت لك اللي انت بيبقى فيه عندك الريسورسز اللي هو مثلا ده الريسورس موجود عندك في الانتربرايز، فانت محتاج الاثورايزد بس ايه يوزرز هم اللي هم اللي يقدروا ياكسسوا الايه الريسورسز دي. فانت محتاج طبعا اللي انت تاكسس على الايه السكيورتي نفسها وتعمل هنا يوزرز ايه وباس من خلال طبعا الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله، حته اليوزر اوثنتيكيشن او الكلام ده اللي هنتكلم عليه زي التريبل ايه السيرفر اللي هو بتاع التريبل ايه اوثنتيكيشن اوثرايزيشن ايه اكونتنج هنتكلم عليه ان شاء الله. وتعرف ان انت تقدر تعمل الديفايس دي مثلا تقول مين فلان اللي يقدر ياكسس الريسورس ده ومين اللي ما يقدرش ايه ياكسس الريسورس والبريفليج ايه.
بيكلمك هنا على السيستم ريسكس، الريسكس اللي ممكن تواجهك وانت شغال مثلا على الداتا بيس سيستم، مثلا اللي انت هنا بتعمل كونفجريشن، عملت كونفجريشن مثلا او اديت صلاحيات لناس ما لهمش علاقه اصلا، او اديت رينج اي بيات معين هو اللي يقدر ياكسس الداتا بيس، وانت المفروض تحدد ناس معينه بعينها هي اللي تقدر تاكسس مين الداتا بيس بتاعتك. هنا ما عملتش او الالجوريزم اللي استخدمته عشان تسيكيور الداتا بيس او تعملها انكريبشن كان ويك الجوريزم، ده برضه مخاطر بالنسبه لك. ما عملتش ران للايه للسيرفر بتاعت الايه بتاعت السكيورتي على الداتا بيس سيستم بتاعك، ده برضه بالنسبه لك ريسك موجود اللي يقدر يأثر على السيستم هي ريسك بتاعتك زي الداتا بيس سيستم كده. الابلكيشن طبعا احنا عارفين الابلكيشن زي الايه الاوبريتنج سيستم، ده بالنسبه لك يعد ريسك، الايميل، الويب، الاف تي بي، الدي ان اس، كل عباره عن ابلكيشنز ممكن من خلالها يبقى ريسك بالنسبه لك، اللي ممكن يدخل لك اي ثريت او اي اتاكس من ضمن الاتاكس اللي احنا اتكلمنا عنها. هنا بيتكلم على النتورك ريسكس، اللي انت محتاج ديفايس زي الايه زي الفاير وول اللي هو يبتدي يعمل ايه، اللي هو يبتدي يحاول اللي هو يقف زي المصدة كده بالظبط من الايه من حيث الانتراست ايه اريا او الانتراست زون، بحيث اللي هو يحمي لك الريسورسز ايه بتاعتك اللي موجوده في السكيورتي زون اللي هي الانترنت ايه بتاعتك. بعد كده بقى في الحته الاخيره او ده اخر حته معانا اللي هو بيتكلم على المانجمنت ايه ريسكس، زي ما احنا قلنا ان كل دوله بيبقى لها ناشونال بوليسيز موجوده او ريجوليشنز موجوده بتحكم الايه الدنيا بتاعتها، زي ما انت عارف اللي في بوليسيز موجوده في كل مكان بتحكم الايه الانفورميشن سكيورتي. يعني مثلا في كل دوله بتطلع اطر وقوانين خاصه بايه بالسكيورتي، وكل انتربرايز بعد كده هتعرف اللي هي بتطلع ايه، بتطلع الاطر او الايه او الرايتس بتاعتها او الريسبونسابيلتيز ايه بتاعتها الخاصه بايه بالسكيورتي، وانت عندك برضو بعض الحاجات اللي تحكمك في المانجمنت بالنسبه لايه للسكيورتي. طبعا الكلام ده كله كلام اطار اللي هو الاطار النظري اللي هو البحث اللي هو اصلا يعني مش مهم في الامتحان بدرجه كبيره، بس انت مهم اللي انت على الاقل تكون عديت ايه عديت عليه. هنا بيقول لك طبعا 70% من المخاطر اللي موجوده بالنسبه لك هي مخاطر بالنسبه للايه، بتبقى مخاطر موجوده في الايه في السيستم نفسه بتاعك او الستاف نفسه هو اللي بيعملها. 70% من المشاكل اللي بتحصل لك كاتاكس موجوده بتحصل من ايه من الستاف بسبب الويك باسوردز الموجوده او الميليشيوس داتا سيفت من خلال الميليشيوس لينكس اللي احنا اتكلمنا عليها، او نسخه الاوبريتنج سيستم بتاعتك بتكون مش اصليه، او من خلال الاوثرايزيشن رولز اللي انت مثلا اي حد يقدر ياكسس الريسورس من غير اوثرايزيشن رول. تمام، يبقى الستاف بتاعك هو 70% من المخاطر كلها بتجيلك منين؟ من الستاف. يعني من الاخر هي بتبقى عباره عن المانجمنت، وال 30% تكنيكال بيبقى عباره عن ما عملتش مثلا دي بي ان، ما عملتش كونفجريشن لحاجه معينه على الفاير وول بتاعك، فده بالنسبه لك برضه يعدي ايه؟ يعدي اخر جزء كرنت ديفلوبمنت اوف انفورميشن سكيورتي مانجمنت. طبعا بيقول لك هنا المراحل او التطور اللي وصلنا له، اللي احنا وصلنا في الاخر اللي احنا يبقى عندنا ستاندرد، الستاندرد ده هنتكلم عليه ان شاء الله في الايه في اول السيشن اللي جاي بالظبط 10 دقايق اكلمك على الستاندرد، بيجي عليه سؤالين او ثلاث اسئله في الامتحان فاتين ما بتغيروش، بنكلمك على الستاندرد ازاي تعمل انفورميشن سكيورتي عندك على السيستم. يبقى احنا اتطورنا الاول كان كل دوله بتحط القواعد بتاعتها، بعد كده كل شركه بتحط قواعد، بعد كده بقى في ستاندرد موجود يحكم الايه الانفورميشن سكيورتي كلها، وده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي اللي هو الايزو اي اي سي، ده اللي هو عباره عن انترناشونال ايه ستاندرد. هنتكلم ان شاء الله السيشن اللي جاي على الجزئيه دي من التفصيل. طبعا ده الايه ده الكويز بتاعنا اخر نقطه ايه موجوده معانا في الايه في السيشن.